دكتور ايمن سلام، استاذ القانون الدولي العام. دكتور مساء الخير. فالنور استاذ لميس، اهلا بسيادة. اهلا بك. يعني عندما تقول تركيا انها لا تعترف باتفاقيه ترسيم الحدود، بالاضافه بقى الى تحرشاتها بقبرص، يعني هنا ايه المشهد بالظبط قانونا؟ يعني المشهد في حقائق او بيسموها بتسمى بالوقائع الماديه. اول مره اول قياده سياسيه تقوم بتعيين حدودها البحرية في تاريخ الجمهورية المصرية منذ عام 1953 هي القيادة الحالية، سواء كان تعيين حدود مع المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر أو تعيين الحدود مع قبرص فقط. ونؤكد أننا عيننا الحدود البحرية في شرق المتوسط مع دولة قبرص فقط، فهذا يحسب للقيادة التي تؤمن مصالح مصر، تؤمن السلم والأمن الدولي في المنطقة، وأيضا تحاول أن تعظم أقصى استغلال للموارد والثروات الحية وغير الحية في مناطق بحار مصر المختلفة، وتحديدا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اللتان تم تحديدهما قانونا وواقعا مع الجمهورية القبرصية كما تفضلت حضرتك في العام 2013 ميلادية. كيف يكون الاتفاق ساريا ومعترفا به دوليا؟ يعني احنا عملنا اتفاق ترسيم حدود مع قبرص وعملنا اتفاق ترسيم حدود مع المملكة السعودية، ازاي هذه الاتفاقات بيكون يعني العالم كله معترفا بها؟ وتم الايداع والتسجيل والنشر من قبل الامين العام للامم المتحده منذ العام 2013، ولكن ايداع الاتفاقيات الدوليه لدى الامان العام للامم المتحده وبموجب ميثاق الامم المتحده الماده 102 ونشرها على كافه الدول كما تفضلتي لا يعني او لا يعدم حقوق اي دوله اخرى ذات مصلحه تزعم أو تدفع إن هذه الاتفاقية أو المعاهدة جارت أو انتهكت حقوقها السيادية أو ثرواتها في مناطق البحار المختلفة، ولكن لابد أن يكون ذلك الاحتجاج التركي مؤسسا على القانون والواقع أيضا، بمعنى أن تثبت تركيا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تثبت تركيا لدى جمهورية مصر العربية أو الجمهورية القبرصية أن الاتفاقية التي تم عقدها بين الدولتين عام 2013 بتنتهك النقاط وخطوط والأساس والبحر الإقليمي أو المنطقة المنطقة الاقتصادية لتركيا. تركيا حتى لا تزعم هذا الزعم أستاذ لميس، تركيا بتزعم وبتحاجج بأن هذه الاتفاقية المصرية القبرصية تنتهك ماذا؟ حقوق الكيان الانفصالي لما يسمى بقبرص التركية في شمال قبرص، وهي مقطوعة من الجمهورية والسيادة واللحمة الإقليمية لقبرص بغزو تركي عسكري عام 1974. أساسا قبرص التركية لم تقم بتوقيع، لأنها ليست دولة، توقيع أي اتفاقية لتعيين الحدود. قبرص التركية لا تستطيع حتى بإرادة منفردة بأن تعين حدودها البحرية في البحر المتوسط، لأنها أيضا ليست دولة. ولما بيكون في احتجاج في القانون الدولي لابد أن تكون هناك مصلحة الاحتجاج، مثل في القانون العادي الوطني في سائر دول العالم يأتي من له مصلحة. فأين مصلحة دولة تركيا، دولة أردوغان في الدفع أو الدفاع أو المحاجاة عن جمهورية أو كيان انفصالي غير شرعي ولد غير شرعيا عام 1974؟ لذلك بنؤكد على ضرورة تجديد وتحديث قاعدة البيانات لخطوط الأساس المصرية ونقاط الأساس أيضا والحدود والإحداثيات الجيوديسية
لجمهورية مصر العربية في شرق البحر المتوسط، والتأكيد عليها مع كافة الدول الجوار في البحر المتوسط، سواء كانت دول متقابلة لمصر مثل قبرص، تركيا، اليونان، او دول متجاورة لمصر مثل الجمهورية الليبية او اي دول اخرى في اقصى شرق المتوسط. هذه مسألة مهمة بمكان. بشكرك دكتور ايمن سلام استاذ القانون الدولي العام.